بدي أشرح بس شرح توضيحي يعني أشياء بسيطة بهذا الشابتر، والأشياء يعني اللي فيها فهم. طبعا هون حاكي لكم عن الانتليجنت سوليوشن والكور، وكيف الكور هي مجموعة بروسيسات، يعني بروسيسات داخل الكمبيوتر عشان نشتغل بطريقة متوازية، نشتغل بطريقة بارلل. طبعا كلام بشكل عام مقدمة، بس هون قبل نيجي نحكي شو هي البارلل، يعني شو المعالجة المتوازية. المعالجة المتوازية هذا أحكي لكم إياها. طبعا أنتم مثلا 10 أرقام، أيا كان عددهم، 2 4 5 6 7 8 9، وبدنا نجمعهم. كيف بدنا نجمعهم؟ نحكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10، مثلا هاي 2 وهي 1 وهي 0، هذا 10 أرقام. لو بدنا نجمعهم هذه 10 أرقام شو بصير معنا؟ نجمع اللهم صل على سيدنا محمد، 2 زائد 4، الجواب اللي بيطلع بنجمعه على 5، الجواب اللي بيطلع من 2 زائد 4 زائد 5 بنجمعه على 6، وهلو مجرة. العملية هاي لنفرض بتاخد 5 سكند، 5 ثواني، لنفرض انها بتاخد هاي العملية 5 ثواني جمع 10 أرقام. بيحكوا طب ليش احنا نعمل هيك؟ ليش منوزع الشغل على اكثر من كور، بحيث انه الكور الاول ياخذ رقمين ويجمعهم، والكور الثاني ياخذ رقمين ويجمعهم، والكور الثالث ياخذ رقمين ويجمعهم، والكور الرابع ياخذ رقمين ويجمعهم، 9 2 1 0 مثلا. كل كور ياخذ، كل بروسيس يعني ياخذ رقمين. طب الرقمين كم بدهم؟ إيه عشان الجميع بدهم 1 سكند، ثانية واحدة مثلا، ثانية واحدة. طب متى بيخلصوا هدول؟ بيخلصوا بأول ثانية، بخلال ثانية. يعني هاد لما أجينا نجمعهم بهاي الطريقة اللي أنا حكيت لكم عنها، اللي هي هيك متسلسلة بنسميها، أخذ 5 ثواني، بينما لما أوزعهم على الكورات راح ياخذ ثانية واحدة. تقولوا لي كيف؟ ما هي كل واحدة بدها تاخذ ثانية ثانية. لا، هم كل واحدة تاخذ ثانية، وكلهم راح يبدوا بنفس الثانية ويخلصوا بنفس الثانية. يعني هيك بدينا بجمعوا انتهينا بثانية. فاهمين علي؟ يعني هو يعني كلهم راح يشتغلوا بنفس الوقت مع بالتزامن مع بعضهم، كلهم راح يشتغلوا بالتزامن مع بعضهم، وكلهم راح يبدوا بنفس الوقت وينهوا بنفس الوقت، بينما هون راح يضلوا يستمر ليخلص الحل ورا بعض، فراح ياخذ معه 5 ثواني. هذا توزع الشغل بيناتهم. انتم عارفين لما نوزع الشغل بين يعني نوزع الشغل حتى بحياتنا اليوميه بيخلص بوقت بزمن اسرع، مظبوط؟ فهي هاي هي الكمبيوتر بياخذ لجمع رقمين مثلا ثانيه، فأنا لما وزعتهم فصار إنه كل هاي كور واحد رح يعطيني خلال الثانية الجواب، وهذا خلال الثانية الجواب، فكل العملية تمت خلال ثانية واحدة، فإحنا اختصرنا الوقت. تمام؟ هذا الكود اللي هون هو الكود الطبيعي لحل أي برنامج سيريال، يعني حل مجموع أرقام زي هيك. هاي بنحط دائما كنا متغير اسمه سم، نحط فيه صفر عشان نعمل عملية الجمع، ونبدأ من صفر لعند عدد الأرقام اللي بدنا نجمعهم، 10 20 100 مليون غض النظر. اكس كومبيوت نيكست فاليو، شو معنى اكس كومبيوت نيكست فاليو؟ يعني أعطي قيمة الأولى لإكس اللي هي كم؟ 2 2، وإذا تنحط بإكس بعدين إكس يجمعها على السم، صارت قيمة السم كم؟ هلا 2، لأنه في بدايتها صفر. بعدين برجع الفور، أعطيني القيمة اللي بعديها شو بتصير؟ 4، بيجمع 4 مع قيمة السم. السم كم؟ 2 زائد 4 كم راح يصير؟ 6، راح تصير قيمة السم كم؟ 6، ويرجع ويبدأ يجمع لكم رقم 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 حتى يجمع كل الأرقام. هي الطريقة السيريال. تمام؟ بيحكي ليش نحلها هيك؟ خلينا نحلها بهالطريقة، هاي بالطريقة المتوازية البراليل. كيف نحلها بطريقة البراليل؟ قال بكل بساطة بتجيبوا متغير اسمه ماي سم قيمته صفر، وهذا المتغير نوعه برايفت، وخليكم ببالكم برايفت لانه هلا رح نحكي عنه برايفت، وبتوزعوا الشغل بين الكورات. كيف؟ يعني كالاتي، هاي 10 هاي 20 هاي 40 هاي 50 هاي 60 وهي 0، 1 2 3 4 هاي 80 هاي 5. تمام؟ وزعوا، تيجي تحكوا الكور الأولى تاخذ من الموقع صفر للموقع 2، الكور الأولى تاخذ، يلا هذا كود الكور الأولى مثلا، تمام؟ رح تاخذ من الموقع صفر البداية لموقع 2، تمام؟ تاخذ من موقع صفر لموقع 2، فور فيرست، رح تبدأ من صفر ل 2 وتبدأ
نعطيها القيم، أعطيها 10 وتحطها لماي ماي إكس، وماي إكس يجمعها للسم تصير قيمته 10، بعدين يجي نعطيه 20 ويجمعها لقيمة السم، بعدين نعطيه 40 ويبدأ يجمعها، فراح يجمع 20 زائد 40 زائد مين؟ 10 زائد 20 زائد 40 بيطلع عنده 70. هاي مين؟ هذا شغل الكور، الكور الأولى. هلا الكور الثاني بنفس الوقت بكون عندها نفس الكود، بكون عندها نفس الكود، بس لما وزعت عليها البيانات أعطيتها أنا من 3 ل 5، فهون بكون قيمة من 3 ل 5، وبيبدأ الشغل عندها من الموقع 3 للموقع 5، وبتاخد قيمة 50 وبتجمعها عندها على السم، بكون صفر السم عندها، طبعا هي لحالها مستقلة، بعدين تاخد 60، بعدين تاخد 80 وبتجمعهم مع بعض، بطلع 110 190 على ما أعتقد، تمام؟ فصارت كل كور بتشتغل لحالها، بوزع لها قيمة أنه رقم تبدأ فيه، موقع، موقع، مش الرقم اللي هون، الموقع، موقع الرقم اللي بتبدأ فيه، وموقع الرقم اللي بتنتهي فيه، موقع كل كور بعطيها موقع الرقم اللي بتبدأ فيه، وموقع الرقم اللي بتنتهي فيه، يعني بوزع الشغل بيناتهم بالضبط زي ما بنوزع الشغل بيناتنا لما نشتغل بحث ولا برزنتيشن، نحكي هذا الموضوع بمسكوه الأشخاص الفلانيين، هذا الموضوع بمسكوه الأشخاص الفلانيين، من سلايد كذا لسلايد كذا راح يشرحه الطالب كذا، من سلايد كذا لسلايد كذا راح يشرح نفس الشيء، فأنا عم بوزع بين الكور، واضح؟ واضح؟ هاي هون توضيح. بيحكي لنا ماي سم قيمة برايفت، كومبيوت نيكست فاليو اللي هي بتستدعي القيمة التالية زي ما حكيت لكم، مرة بنعطيها 10 بعدين ال 20 بعدين ال 40. هون موضح لكم اياها بطريقة ثانية، يعني نفس المبدأ. حكي لكم لو انا عندي 24 رقم بدي اوزعهم على 8 كورات، كل كور رح تاخد كم رقم عشان مثلا تجمعهم او تضربهم او شو تعمل فيهم؟ مش مشكلة، بس يعني بدي تعمل عليهم عمليات. فبحكي 24 على 8 بطلع 3، فاخذت كل كور 3 ارقام، هذا الكور الاول، هذا الكور الثاني، هذا الكور الثالث، هذا الكور الرابع، هذا الكور الخامس، هذا الكور السادس، هذا الكور السابع، هذا الكور مين؟ الثامن، تمام؟ اخذوهم. بعد ما اخذوهم توزع الشغل بيناتهم. هلا الكور الاول جمعت الارقام طلع معها كم؟ 7. الكور الثاني جمعت الارقام لحالها بنفسها عن طريق هذا الكود، مش كل كور بتاخذ مجموعه ارقام وبتجمعها، وانا بعطيها قيمه الموقع الاول والموقع الاخير لإلها وبتجمع بالارقام، هذا لما جمعتهم طلع معها 19، وهذا لما جمعهم طلع معها 7، وهي الكور لما جمعت أرقامها 14، وهي الكور لما جمعت أرقامها طلعت 7، وهي الكور لما جمعت أرقامها 9 13، وهي الكور لما جمعت أرقامها 11 12، وهي الكور لما جمعت أرقامها 12 14 طلعت كل كور جمعت. بعد ما جمعت كل كور أرقامها، طب أنا بدي مجموع الأرقام ككل، يعني هاي نتيجة الكور الأولى، نتيجة أول 3 أرقام، وهي نتيجة 3 أرقام اللي بعديهم، هذول نتيجة 3 أرقام اللي بعد بعديهم، وهلو مجرة. هلا أنا بدي النتيجة الكلية، يعني 7 زائد 19 زائد 7 زائد 14 زائد 7 زائد 13 زائد 12 زائد 14، بدي النتيجة الكلية لمجموع كل الأرقام، شو بعمل؟ في كود خاص إشي اسمه الماستر كور، الماستر كور اللي هي البوس تبعهم، الراس الكبيرة يعني تبعتهم، شو بتعمل؟ بتستقبل قيم الجمع من كل كور، وبتاخدها وبتجمعها للمجموع، يعني بتاخد قيمة 7 أول شيء، بعد 7 بيجي عندنا 19 أو 8 كانت، أنا 7 أو هون 8، مش 7 8، بتاخد قيمة 8، الكور الأولى بترسلي لها 8، بعدين الكور الثاني بترسل لها 19، فبتجمع 8 على 19، بعدين الكور الثالثة بترسل لها 7، فبتجمع 7 على القيمتين السابقات، بعدين الكور الرابعة بترسل لها 14، بتجمعهم على القيم اللي قبليها. هاي بتعمل عملية جمع، هون هاي بتعمل جمع، تستقبل القيمة، أول إشي هي بتستقبل القيمة من الكور، وبتجمع قيم المرسلة من الكور، يعني نتيجة الجمع المبدئية اللي أعطانا إياها كل كور، كل كور جمع قيمه وبعطيه وبرسل لها إياه وهي بتلمهم بالضبط بالضبط. أرجع أوضح لكم إياها عندكم برزنتيشن، اوكي؟ كل بنت اخذت جزء لنفرض، تمام؟ توزعت هذا للبنت الاولى مثلا غير 1، هذا للثانيه، هذا للثالثه، تمام؟ بعدين فيجوا كل وحده اخذت جزء، بدنا نجمعهم بسلايدات وحده، كل بنت عملت سلايد،
نجمعهم يعني ببرزنتيشن واحد، تيجي بنت بتقوم هي الماستر، واحدة منهم مثلا البنت الأولى بتجمع هذولهم كلهم بسلايد واحد أو ببرزنتيشن واحد مع بعضهم. فهاي الماستر هي بعد ما كل واحد اشتغل شغله أجت جمعت الشغل كامل عشان تعطينا الجواب. واضح؟ أوكي، يعني تمام، هاي هي الفكرة منها هذا البرنامج. هاي هون الشرح، هاي شايفين كل كور أعطى نتيجته، هذا الكور الأول، هذا الكور الثاني، هذا الكور الثالث، هذا الكور الرابع، الكور الخامس. بديته من صفر، بديته من واحد عادي يعني حاليا، تمام. وبعد ما كل كور أعطى قيمته أجت الكور الماستر جمعت القيم كلها وحطت الجواب بقيمة الكور الأول، يعني أول موقع عندنا، تمام. بس واضح، واضحة الفكرة. بحكي لنا انتوا دائما بتعملوا المتغير ماي سم هذا برايفت، طب شو رايكم لو تعملوه جلوبال؟ خلوه جلوبال. ليه؟ بقول اذا خليناه جلوبال الماستر بخف عليها الشغل شوي، فبصير الوضع عندها احسن. كيف؟ شايفين هذا الكلام؟ هاي شرحهم بيحكي إذا جلوبال بصير الكور رقم واحد تشوف قيمة الكور رقم صفر، وهلما جروا هدول يشوفوا قيم بعض، وكلهم يشوفوا قيم بعض، لأن البرايفت خاصة بتكون بالكور نفسه، جلوبال بتصير الكل بيقدر يشوف هالقيمة. وبدال ما تروح يروح الماستر تستقبل القيم من كل كور، من الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، لا بنخفف عليها عملية الاستقبال. خلي الكور الأولى صفر واحد يجمعوا القيم بينهم وبين بعض ويطلع جواب 27، ونحطه مثلا بالكور صفر، واثنين وثلاثة يجمعوا القيم بينهم وبين بعض، وأربعة وخمسة يجمعوا القيم بينهم وبين بعض، وسبعة وستة يجمعوا القيم بينهم وبين بعض. أوكي، ماشي الحال. بعدين تروح القيم مثلا للكور الماستر وتجمعهم مع بعض وطلع تعطينا الجواب النهائي. فلما خليته جلوبال صار أريح العملية، صار وضع يجمعوا هذول القيم مع بعضهم بسرعة تنجمع. ليش؟ لأنه جلوبال، ما تستنى الكور الماستر تستقبل قيمة الثمانية والتسعتاش والسبعة، صاروا يعرفوا بعض، تعرفوا على بعض فقدروا يجمعوا القيم مع بعض. ففي المرحلة، في الحالة الأولى بيحكي لنا إن الماستر استقبلت سبع قيم وجمعت سبع مرات، هيها وينها؟ هيها. بينما في المرحلة الثانية، في الطريقة الثانية، إنه الماستر بتستقبل ثلاث قيم وجمعت ثلاث مرات، فخف عليها الضغط. واضح؟ فخف عليها الضغط، استقبلت ثلاث مرات وجمعت ثلاث مرات. ليه؟ بس لأني خليتها متغير، بدل ما إنه يكون برايفت خليتها بابليك عام. أوكي؟ معطينا مثال، بيحكي لنا مثال. أنتوا عشان تكتبوا برنامج بارلل، معالجات متوازية، شو لازم تعملوا؟ How to write parallel program. بيحكي لازم تعملوا في خطوتين. في عندكم إشي اسمه task parallelism، وفي إشي اسمه data parallelism. task parallelism توزعوا المهام على الكور، data parallelism توزعوا البيانات على الكور، وتوزعوا إيش العملية، العمليات. يعني كيف؟ ما فهمنا، أنا أحكي لكم كيف. أرجع لفوق بس شوية صغيرة هون. شوفوا، وزعت البيانات على كل كور وحكيت لهم كلكم بدكم تعملوا عملية الجمع. الكور الأولى عملت نفس العملية، الكور الثانية عملت نفس العملية، الكور الثالثة عملت نفس العملية، بس وأنا وزعت لها البيانات، تمام. هاي هي، هذا معنى الكلام اللي هون، تمام. هذا هلأ رح تشوفوا التاسك. هلأ كيف بدي يوزع؟ ونكمل المثال. حكى في عندنا بروفيسور عنده 15 سؤال، دكتور عنده 15 سؤال ل 300 اختبار، بده يوزعها على 3 طلاب. كيف بده يوزع؟ اول ايش بده يوزع البيانات. اعطى الطالب الاول توزيع البيانات كيف بيتم؟ 100 اكزام، 100 اكزام، 100 اكزام، احنا 300 اكزام، 300 على 3 طلاب، يا حرام 100 بيطلع 100 اكزام، تمام. وبده يوزع تاسك باراليزم، المهام. الأول ده يحل من سؤال واحد لخمسة، والثاني بده يحل من ستة لعشرة مثلا، والثالث ده يحل من 11 لخمستاش، تمام. وزع البيانات، وزع الإكزامات. طيب
هلا هون ديفيجن داتا باراليل، كيف بتتم عملية توزيع البيانات بهالطريقة هاي اللي احنا شرحناها سابقا؟ نفس الفكرة، نفس الفكرة، كل كور اعطيناه مجموعة بيانات وزعناه، اعطيناه اياهم ويلا بدك تعمل عملية الجمع. تاسك باراليزم، كيف نوزع المهام؟ تاسك باراليزم زي الكور الماستر اللي بتستقبل القيمة من الكور وبتجمعها، بتستقبل القيمة من الكور وبتجمعها. واضح؟ واضح، واضحة الفكرة. فبدكم تعرفوا عندكم إشي اسمه تاسك باراليزم وإشي اسمه داتا باراليزم. داتا باراليزم اللي هي توزيع البيانات، تاسك باراليزم اللي هي توزيع مين؟ المهام. فإذا هذا مثال للتاسك باراليزم اللي هو بيعمل عملية الاستقبال وعملية الجمع. إذا مو جمع ممكن عملية تانية عادي، يعني العملية اللي بيعملها، وهاي عملية توزيع البيانات داتا باراليزم. تمام، بس هاد لمحة عامة يعني قدر المستطاع عن الكود. انتبهوا، هاي الطريقة لما يكون المتغير ماله جلوبال بخفف عنا شغل كثير، أما لما يكون برايفت بيكون الوضع مختلف. إذا كان عندي 100 رقم، فإذا برايفت راح أستقبل 100 حالة، راح أعمل عملية 100 مرة أو 99 مرة بستقبل و99 مرة بعمل عمليات، هي مش 100 يعني، أقل منها بواحد بتكون. تمام، بينما لما يكون جلوبال راح يفرق معنا الحل، راح يفرق معنا الحل عملية الاستقبال. وهي في معلومة هون قاعدة لكم إياها، لو كان عندي 1000 بالمرة الأولى، لو كان المتغير هون برايفت، راح الماستر تستقبل 99 عملية رقم من 999 كور، وراح تعمل عملية جمع أو طرح أو ضرب أو قسم أو anything 999 مرة. بينما لما يكون المتغير global، هي راح تستقبل 10 مرات وتعمل العملية المطلوبة منها 10 مرات. أوكي، بفرق. يعني لما يجي يسأل الدكتور مثلا يحكي لكم زي هيك، عندنا 1000 كور، الماستر لما تكون برايفت كم عملية راح تستقبل وكم عملية راح تعمل تجمع أو تطرح كم مرة، ولما تكون جلوبال كم مرة، لازم تميزوهم. تمام، يعني هذا شرح مبسط لهذا الشابتر.